هناك مذكرة قبس صدرت بحقي، وأنا أعتقد أن هذه المذكرة هي مذكرة مغلوطة، لأنني أنا رجل سلمي منذ أن شاركت في التظاهرات عام 2011 ولحد الآن. نحن الآن في عام 2018، على مدى 7 سنوات يعرفني كل الكربلائيين هنا. أنا رجل سلمي، لا أقبل بالاعتداء على المال العام أو الخاص، ولا أقبل الاعتداء على أي رجل أمن أو مواطن. فاليوم أنا أسلم نفسي هنا على الجهة التي أصدرت مذكرة القبض بحقي، وأملي كبير بالقضاء العراقي. بالنسبة لي أدافع عن نفسي، أنا لم أضرب شخص، ولا ما أعتدي على جهة معينة، ولا ما أعتدي على مال عام أو خاص أبدا. والتظاهرة التي انحرف مسارها لم أكن أنا سببا فيها، ولذلك أعتقد أن هذه المذكرة التي وجهت ضدي أعتقد أنها مذكرة سياسية، وذلك لأني شاركت في السباق الانتخابي في انتخابات 2018 في مجلس النواب العراقي، وحصلت على أصوات عديدة تجاوزت 4000 صوت، حيث انتخبني أكثر من 4000 مواطن كربلائي وبدعاية انتخابية لا تتجاوز 2 مليون دينار فقط. وبناء على تاريخي الناصع البياض وجهت إلي هذه المذكرة كي لا أدخل للعملية السياسية.